مستقبلين عائلات 18 العائلة في جميع النواحي المناطق. عندنا مجموعة من قصر خيار والعزيزية، قسمناهم مجموعات لكل حجرة عندهم عائلة، موفرين لهم الغداء والافطار والعشاء، وعندنا مركز خاص بالصحة. معنا المجلس حي الأندلس والإسعاف حي الأندلس. الحمد لله يعني الامور كلها ماشيه، لكن كلها ماشيه بتطوعات للناس. يعني ما فيش دوله، ما فيش حد جاي هنا، كلها من اهل الخير. يعني لو كان وقف علينا شويه حنكونوا في مشكله كبيره، ان نحن ما عندناش كيف حيوكلوهم على حاجه، لان ما فيش من دعم لهذا البرنامج، ولا اصلا جاي حد اختم من علينا بكل. يعني طبعا احنا اللجنه المشكله هذه تحت الظروف اللي صايره توا حاليا في بلدي في مدينه طرابلس، مركز ايواء ابو ذر الغفاري يحتوي حاليا على تقريبا 21 عائله نازحه من اماكن الاشتباكات داخل المنطقه داخل بلديه حي الاندلس. طبعا بالنسبه للعائلات هذه استقطبناها، هي وليس استقطبناها، هي استقبلناها داخل مركز الايواء لتخفيف من حدة الاشتباكات اللي كانوا موجودين. عندنا تقريبا 27 طفل قدمنا لهم الدعم النفسي، الدعم الترفيهي للأطفال، اللي يتركوا المدارس متاعهم أدمجناهم داخل المدرسة بحيث إن هي الدراسة ما توقفش بالنسبة لهم، لأن عندنا أطفال شهادة. نفس الشيء بس عندنا مرضى، عندنا تقريبا 3 حالات صعبة مرضى، عندنا مريض ربو، عندنا حالة ولادة صعبة تحت المراقبة، عندنا حالة عملية قلب مفتوح، المفترض كانت اليوم العملية متاعها بس تأجلت لأن المريض صار ارتفاع في ضغط الدم. طبعا عندنا حالة ثانية هي بنية صغيرة بس عندها حساسية من الجو، حساسية، فالبنت تعبانة شوية يعني. الوضع بصفة عامة بالنسبة للإمدادات وبالنسبة للتجهيزات كلها عن طريق أهل الخير، كلها عن طريق أهالي المنطقة. الدعم المالي والدعم المعنوي والدعم اللوجستي بالنسبة للدولة ولا شيء أن يذكر، إلا يعني حاجات بسيطة بالنسبة لوزارة الصحة، وزارة الصحة عن طريق مكتب خدمات حي الأندلس. يجي يوقف في الباب يقول شوي يجي انور مفتاح عنده.